هو في القطاع الخاص. في مسوق 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 نعم الحين جاي عليه. تفضل. نموذج تصميم بطاقة وصف الوصف الوظيفي، مسمى وظيفي أخصائي تسويق، رقم الوظيفة 172. المدير المباشر هو مدير التسويق، ومن الهدف العام للوظيفة تسويق الخدمات الطبية، عقد اتفاقات مع الجهات المستفيدة، وإدارة التسويق الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وإعداد التقارير. أما الواجبات الرئيسية فهي إعداد دراسات السوق وتحليل موقع المنافسين بالنسبة للمنافسين في مجال عمله، وإعداد خطة تسويقية متماشية مع أهداف المنشأة، كذلك تقوية العلاقات مع العملاء الحاليين وإيجاد أسواق جديدة وعملاء جدد، وتصميم وتسويق الباقات الترويجية المتماشية مع الخدمات الطبية المقدمة. ما شاء الله. أما المؤهل العلمي، أما شروط شغل الوظيفة هي المؤهل العلمي بكالوريوس طبي أو إدارة أعمال يفضل حمل الماجستير، الخبرة العملية لا تقل عن سنتين في المجال، والبرامج التدريبية أو خلينا نقول هنا المهارات الأساسية، إيجاد اللغة الإنجليزية، إتقان الحاسب، برامج مايكروسوفت ومواقع التواصل الاجتماعي. ما شاء الله تبارك. هل تتوقع ذي مفيدة جدا في تحليل الاحتياج وجود هذه الاستثمارة؟ أساسية جدا عشان أستطيع حل الاحتياج وأبدأ أحدد إيش هي محاور الحقيبة حقي. لا شك كل واحدة منها هي عبارة عن حقيبة تدريبية بشكل أساسي. ممتاز، شكرا لك، شكرا لمجموعتكم، تصفيق قوي جدا المجموعة، وما شاء الله الشباب حتى حاطين نجوم وحركات ما شاء الله.